عندما تقارن بين ماضي الدول الإفريقية منذ 30 عاماً وحاضرها، تجد اختلافاً كبيراً. مدن عظيمة تبنى، واقتصادات تشهد نمواً مذهلاً، مدارس وجامعات تخرج أطباء ومهندسين ومعلمين. كان هذا من خلال عمل أبناء القارة الإفريقية ومساعدة من أناس وقعوا في حب إفريقيا فوهبوا أنفسهم لخدمة شعوبها. هذه قصة إنسان غير كثيراً من معادلات الفقر والجهل والمرض، الطبيب الكويتي الذي قضى نصف حياته يجوب القارة السمراء في محاولة لبناء المواطن الإفريقي. حفر الآبار وأنشأ المدارس ودور رعاية الأيتام، أسس جمعية خيرية امتدت نشاطاتها لأكثر من 30 دولة إفريقية. استفاد من مجهوداته ملايين البشر، واستطاع أن يخلد اسمه في تاريخ القارة السمراء. تاريخ الكويت قبل النفط كانت من الدول المهمة جدا، وذلك من خلال يعني عمل المواطنين بحبهم للخير وتكافلهم. أول شيء كان فيما بينهم، فكان يعني القوي أو الغني يساعد الضعيف، ومن ثم بدأ ينتقل ذلك إلى الخارج. هذا طبيعة من أهل الكويت اللي نقلها عبد الرحمن سميط إلى دول أفريقيا جميعا. الوالد رحمه الله ولد في عام 1947 في بيئة متدينة ولها أعمالها الخيرية والصفات اللي يعني موجودة في معظم الأسر، بل في كل الأسر الخليجية أو العربية المسلمة، اللي فيها حب العطاء وفيها احترام الكبير، فيها الأخلاقيات اللي يحث عليها الإسلام، حتى أن أهل المسجد بدأوا يسموه في لهجتنا المحلية المطوع، وهي معناها الرجل المتدين أو عليه سمات الالتزام. كان يعني مهتم جدا في القراءة، وبذاك الوقت يعني بداية نشأته ما كان فيه الأشياء تساعد في القراءة، الكتب أو المجلات، فكان أي ورقة يلقاها مكتوبة يحاول إنه يقراها، يعني عن باب إنه يطلع على شنو فيها من معلومة يعني. وهذا الأمر استمر معه حتى كبره، يعني إحنا نذكر فيه مواقف كثيرة حتى في البيت، تجد الكتب عند رأسه، ما ينام إلا هو قرأ من كتاب من الكتب حتى ينتهي منه، سواء في تخصصه أو حتى خارج تخصصه. وهذا اللي أعطاه سعة اطلاع وسعة ثقافة نفعته كثير في أعماله الخيرية في أفريقيا. سنة 59 دخل إلى ثانوية الشويخ وفيها سكن داخلي. من بداية يعني منتصف المتوسط التحق في الكشافة واستمر وياهم، كان يطلع وياهم مخيمات كشفية كثيرة. كثير من المبادئ والقيم ترباها في الكشافة، وخصوصا كان يعتبر من الجيل الأول من تأسيس الكشافة في الكويت. من كنت صغير
كنت أقرأ عن الدعوة الإسلامية وعن مساعدة الفقراء، ودافع العمل في الكشافة هو حب الخير ومساعدة المجتمع. هذا الأمر خلاه يكون قائد حقيقي في قيادة الأفراد على الضبط والربط، وكذلك الالتزام، وكذلك على حل المشكلات. بدأ يطلع إلى رحلات خارج الكويت مع مجموعة من الشباب، زاروا تقريبا 6 دول بمبلغ بسيط، ويتنقلون طبعا عن طريق السيارات العمومية، لا طائرات ولا غيره. هذا الأمر اللي حس عبد الرحمن سميط في تغيير حياته أثناء وجوده في الكشافة، والمبادئ والمفاهيم اللي أخذها من الكشافة خلاها حريص أنه يكون في كل مراكزنا، يكون هناك فرق الكشافة داخل مراكزنا يتربى فيها الأيتام. Everybody dance to the rainbow. Everybody dance to the rainbow. Rainbow dance. Rainbow dance. Everybody dance to the indongole. أنا أعتقد الكشافة تركت أثر كبير جدا، وأتمنى لو المسؤولين أولوا اهتمام الحركة الكشفية وحاولوا أن ينشرون أفكار وروح الحركة الكشفية بين الشباب. يعني الشاب عنده طاقات كبيرة ويستطيع أن يفرغها في الكشافة ضمن العادات والتقاليد اللي قامت عليها مجتمعاتنا العربية والإسلامية. أنا عندما ذهبت لدراسة الطب في بغداد كنت قد قدمت على دراسة الطب في الولايات المتحدة، وبعدين واحد سمعته وأنا رايح أعمل أوراقي فقال والله كنت في بغداد وعندهم كلية طب صعبة جدا ما أحد ينجح فيها. فاتخذت قرار آني أني خلاص ما عايز أروح لأمريكا، عايز أروح لبغداد اللي ما أحد ينجح فيها، واستمريت في الدراسة إلى أن خلصت من بغداد، وذهبت لإكمال دراستي العليا في بريطانيا وكندا. 8 سنوات جلست هناك ولم أنقطع عن العمل الخيري في أي فترة من هذه الفترات. من حسن حظي بعد تخرجي مباشرة من اسكندرية وانضمامي لوزارة الصحة في دولة الكويت، المسؤول المباشر في ذلك الوقت في مستشفى الصباح في الجناح الأول كان الدكتور عبد الرحمن السميط. ما في شك أن الدكتور عبد الرحمن السميط في مجاله الطبي متميز ومتفوق وماهر. نحن نحضر كأطباء متدربين زملائي وأنا معاهم، نجد دكتور عبد الرحمن جاي من الفجر عمل الفحص الطبي للمرضى وقاعد يكتب النوتات. كنت أداوم 7 أيام بالأسبوع بما فيها الأعياد، كنت أنام مع المريض التعبان، وخاصة إذا كان مدمن أعطيه اهتمام طيب. كان يجلس في المستشفى 14 ساعة ويعمل حتى في عمل الممرضين والممرضات، ما يعمل كطبيب فقط. فإذا انتهى في العمل هو ينظف المرضى وينقل المريض من مكان إلى مكان ويحاول يحرص عليهم ويشوف احتياجاتهم. في عام 1980 رحت إلى ملاوي. امرأة جاءت وتقدمت بتبرع لنا، قررنا أن نذهب إلى أفريقيا على أساس أن أفريقيا الوضع فيها سيء، ولم يكن في بالنا شيء إطلاقا غير أن نبني المسجد. هي عايزة نبني لها مسجد، لكن ما رأيت هناك كان صفحة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. شفت يعني مثلا أمة المساجد هناك كثير منهم يعرفون الفاتحة، اللي يعرفون أركان الإسلام الخمسة أندر من النادر، لدرجة أن المسلمين هناك يسمون بألسالي الرجل الجاهل. ما تجد مسلم جامعي. كان نسبة المسلمين 72% وصلت بعد الاستعمار إلى 17%. من هذا الوقت يعني خلاص قرر أنه يجعل حياته متجهة إلى تنمية ومساعدة المحتاجين بشكل عام والمسلمين بشكل خاص في أفريقيا.
بدأ بزيارة الدول الموجودة في إفريقيا، فزار ليبيريا وزار سيراليون وزار غرب إفريقيا ككل، سنغال وغانا وغامبيا ومالي، مما جعله يشعر ويرى الحالة التي يعيش عليها الناس في إفريقيا. وأصبحت في 83 توسعت من لجنة مسلمي ملاوي إلى لجنة مسلمي أفريقيا، وبعدها انطلق الأمر وانطلق العمل في التوسع في أفريقيا كافة. في عام 87 وصلوا إلى أقصى غرب أفريقيا في غينيا كوناكري، ومنها بدأ ينتشر العمل إلى أن وصلوا إلى 40 دولة في فترة من الفترات. الحاجة كانت لمساعدة الإنسان لاقتناء ماء نظيف حتى لا يمرض من الماء الموبوء، حاجة الإنسان للتعليم، حاجة الإنسان لكثير من الخدمات الصحية. من خلال ذلك هو أدى دور المسلم الحق، لم يفرق بين الشعوب ولم يفرق بين الديانات، ولكن ذهب إلى المحتاج. احنا نشتغل في 40 دولة، منهم 32 دولة عندنا مكاتب فيها، بس بعض مكاتبنا تغطي أكثر من منطقة. طبعا أول سنتين ثلاث كانت الأمور ما هي، يعني كنت أنا الفراش وأنا رئيس الجمعية وأنا السكرتير وأنا كل شيء. بداية عمل الدكتور عبد الرحمن في أفريقيا واجهته بعض المشاكل في تجميع الميزانية اللازمة. يحدثني الوالد رحمة الله عليه يقول: يا عبد الله، في أول سنة كنت أحلم أني خلال الشهر أجمع 3,000 دولار. ولذلك لجأ إلى فكرة حلوة، أننا نستهدف الطبقة الوسطى اللي ممكن تعطيني نفرض 20 دولار ولا 30 دولار ولا 40 دولار كل شهر، وخاصة لأعمارهم بين 25 و45. ومنها انطلقت مسألة التبرعات إلى بنية الثقة كذلك بين اللجنة، لجنة مسلمي أفريقيا والحكومة الكويتية. وسمحت حكومة الكويت بأن يستخدم الطائرات العسكرية للشحن في نقل المعونات إلى جميع دول أفريقيا. فنرى أن الدكتور عبد الرحمن سميط أخذ السمة الدبلوماسية ولديه جواز دبلوماسي وفرط لهذا العمل. مأساة كبيرة جدا، رأينا آلاف من الناس ماتوا أمام أعيننا، مات مئات من الأطفال بين يدي خلال السنوات 30 اللي قضيتها في أفريقيا، سواء في مجاعة السودان والقرن الأفريقي في عام 84-83 أو في مجاعة 92 في القرن الأفريقي. والمجاعة ما هي بإيد الإخوان هؤلاء، المجاعة يا أخوان بسبب عدم نزول الأمطار. أكثر الفئات تضررا هم الأطفال والحوامل والمرضعات. بداية العمل الإغاثي الحقيقي اللي حصل في عام 84 لما حصلت مجاعة السودان. مجاعة السودان وصلت إلى مرحلة جدا صعبة، كان الناس تأكل في أوراق الشجر، ناس ماتت من الجوع بأعداد كبيرة جدا. في نفس الوقت بدأت الحروب بين إثيوبيا وإريتريا من جانب وجنوب السودان، فقامت الحكومة الكينية بجمع اللاجئين الموجودين في كينيا ككل في منطقة داداب. في هذا الأثناء كان أحوج ما يحتاج إليه الناس هو الإغاثة، الماء قبل كل شيء، وكذلك ما يتعلق بالجانب الصحي. جاء نيروبي وكتب نداء إلى الدول الإسلامية والعربية ودول العالم ليأتوا ليغيثوا هؤلاء الناس، وتقدمت مؤسسات كبيرة وبدأوا يحضرون. الحكومة الكويتية أرسلت طائرات العسكرية عن طريق لجنة مسلمي أفريقيا، تدخلت كثير من الجمعيات وأسست جمعيات من تلك الفترة لما دخلت في السودان. كان أسلوب وتعامل الدكتور عبد الرحمن سميط رحمة الله عليه في التصدي للمجاعات والكوارث وخلافه لا يعتمد على تقارير تأتي من هذه الدول، لا يعتمد على أخبار تقال في التلفزيون ولا خلافه،
يصل إلى الكارثة بنفسه. فعلى سبيل المثال في أمر الإغاثة وما له علاقة بسوء التغذية باعتباره شيء له علاقة بالطب بشكل مباشر، فكان الدكتور يحرص حرص شديد جدا على الوجبة وتفاصيلها ومكوناتها، بل ويكون على رأس فريق العمل الذي يعد هذه الوجبة حسب المواصفات العالمية وفي نفس الوقت بأقل تكلفة ممكن. عندما ذهبنا إلى منطقة المجاعة في شمال كينيا ونزلوا بناتي من السيارة ودشوا على كوخ من الأكواخ مبني من الكرتون، وقابلوا أم الكوخ ووجدوا أن عدد كبير يعيشون في الكوخ، وثلاث أيام ما أكلوا شيء أبدا، فشال شوية طحين تقريبا كيلو أو كيلوين ودوا للمرأة. المرأة رفضت تأخذها، قالت الحمد لله إحنا أغنياء، ثلاث أيام ما أكلنا بس. فقالت تبون فقراء روحوا لجيراننا اللي ورانا، فرحوا لهم وجدوا أن ثمان أيام ما أكلوا شيء أبدا. وزوجتي ورثت مبلغ كبير جدا من أبوها، رفضت أن يدخل هللة واحدة إلى بيتنا، تبرعت فيه كل لأعمال الخير. وأحمد الله وأشكره أنها يعني ساعدتني كثير في عملي وزاهدة، فلذلك كل سنة نروح لأفريقيا تصبر على هي وأولاد، تصبر على حياة ليست سهلة. أم صهيب من أسرة مشابهة لأسرتنا، أسرة محافظة، كانت هي في بداية الأمر كانت موظفة، ومن ثم لما بدت يعني تنقمس وياها في العمل الدعوي وصلت إلى 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 درجة العشق، عشق هذا العمل، ومن ثم خلاص صارت هي الملاصقة له أو تغطي الجانب النسائي في عمله الدعوي أو رحلاته الدعوية أو التنموية خارج الكويت. طبعا الدور الوالدة الله يحفظها ما بدأ في أفريقيا، وإنما بدأ من بداية الزواج، من صدمة أول يوم لما ذكر لها ترى أنت الزوجة الثانية وأنا الزوجة الأولى عندي هي الدعوة والعمل الخيري. ومن ذاك المشوار هي قبلت هذه الضرة، فأصبح ارتباط مباشر لها في أفريقيا، وأن الأمر ليس فقط لدعم عبد الرحمن سميط وإنما إيمانا بالرسالة ليحملها عبد الرحمن سميط. طبعا لما اندمج في العمل الخيري في أفريقيا فكان يطيب كثير عن البيت، هي باشرة التربية، باشرة الحث على التعليم، فالحمد لله رب العالمين البذرة اللي زرعوها في الأولاد نتج عنها الطبيب والمهندس والدكتورة في الجامعة. أولادي سابقاً أنا ما كنت أشوفهم هم صغار، لذلك كنت بالصيف يوني في أفريقيا وأخذهم وياي الغابات للصحاري للقرى، عملي ما أغيره هم معاي. بداية ذهابهم معاه صهيب والعيال إلى أفريقيا طبعاً تواجههم وايد من المخاطر، منها تعرضهم للأمراض، كان عبدالله يعني تعرض في مرة من المرات إلى مرض الملاريا، فكنا نتعرض لأمراض الجهاز الهضمي بصورة كبيرة، تمر علينا أحيانا وجبة وجبتين ما نجدها، وهذا الأمر يعني على صغرنا ما كنا نحس فيه بصعوبة جدا بقدر ما كانت تشعر الوالدة نفسها بالألم لما تشوف أبنائها كلهم مطروحين في وقت واحد، كلهم إصابة واحدة بسبب الأطعمة اللي كنا ناكلها. أنا اعتقلت في عهد صدام وهدفت عذاب شديد وشالوا لحم من خدي ومن إيدي لنشاطات دينية كما يدعون. أول يوم من الغزو اللجنة بدأت تتحسس مواضع العائلات المحتاجة، وعطيناهم كل الفلوس الموجودة عندنا، اشترينا كميات كبيرة من الأغذية، وزعنا عشرات من مولدات الكهرباء اللي كنا شارينها بنوديها لأفريقيا، وزعناها على الكويتين لما انقطعت الكهرباء بعد التحرير. في خلال الغزو، وهذه تحصل في دولة الكويت حتى قبل الغزو عندما يكون هناك كارثة مثل فيضان وغيرها، تعمل هذه كل الجمعيات في جمعية واحدة وتعمل على إغاثة الناس في ذلك. لما كان الغزو حصل نفس الشيء، وعملنا إحنا كتنكيل مستشفيات الكويت بالأجهزة والأدوية والغذاء، لم يعجب هذا العمل الغازي،
ويعني بدأوا بتلفيق التهم، تهمنا بأن لا نوصل الدواء إلى جنودهم المصابين، جنود الغزو العراقي. أخذونا إلى السجن الدكتور عبد الرحمن سميط وأخيك عبد الرحمن المحيلان، ووجهوا الاتهامات، اتهامات تصل إلى أن يعني تعدم. فكانت الاتصالات يعني كبيرة جدا بمن يعرف عبد الرحمن سميط أو يعرف من مسجونين معه يعني حقيقة، وتدخل فيها يعني رؤساء من دول أخرى حقيقة، والله الحمد يعني كان هناك في إفراج عنه. في أيام الأزمة خرجت مئات المظاهرات تأييد الكويت، قام فيها إيتامنا، قام فيها دعاتنا، قام فيها الإنسان، الناس العاديين، الإنسان العادي بالشارع بشكل انفعالي، نزل للشارع وطلعوا في مظاهرات. وجدت في الحقيقة ناس رفعوا أيديهم إلى السماء بعد كل صلاة ويدعون بأن تعود الكويت لأهلها. لذلك وجدنا قبول دولة الكويت في الأمم المتحدة أثناء الغزو العراقي. كانت كثير من الدول الأفريقية تقف مع الكويت وهم لا يعرفون، قد لا يعرفون الكويت بحجمها أو صغر أو صغر حجمها، وإنما يعرفون الكويت بمساعداتها، وصرحوا بذلك. نحن اليوم أنا الأوان لنقف فيه مع دولة الكويت بسبب ما قدمته من أعمال خيرية في دولنا الأفريقية. دورنا كمنظمات خيرية نحاول أن نصل إلى المناطق المهمشة والمجتمعات المنسية، ونحاول أن نرتقي بها مثل التعليم، الصحة، توفير المياه النظيفة وغيرها. بعض الناس يقول يعني ليش توفير المياه، يعني شيء قضية كبيرة. أقول لهم أنا عدة مرات تعرضت إلى قريب من الموت، وماتوا معي ناس بسبب شربنا من ماء ملوث. في كل سنة يموتون عندنا 2-3 بسبب ديزنتاريا وبسبب أمراض نقلتها المياه الآسنة. أنا أتذكر مرة ذهبت مع الدكتور، فلما وصلنا إلى هذه القرية طلبنا ماء، وكان سبب لحفر البير، طلبنا ماء نتوضأ به. قالوا الجماعة، قالوا نساؤنا مع أولادنا خرجوا بعد صلاة الفجر مباشرة إلى مكان الماء ولن يعودوا إلا ما بعد الظهر. كان يشاهد المرأة الإفريقية التي تحمل في رأسها جالون ماء وفي ظهرها جالون آخر وتحمل ولدها في صدرها، فكان يقول لماذا لا نرفق على هذه. فمرحوم دكتور عبد الرحمن سميط كان مصرا دائما أن يكون لكل مدرسة بئر ليسد حاجة المياه. مثلا في منطقتنا كيليفي في الخارج كل الأهالي يعتمدون على بئر للمركز لأنه لا يوجد ماء للشرب ولا يوجد ماء للحيوانات، فلهذا نوصلها إلى الأهالي في القرى. حقيقة بفضل الله ثم بجهود الدكتور حفرت ما شاء الله آبار، جعلت الناس يعني يعيشون حالا محمودا جدا للغاية. فالآبار التي تم حفرها أكثر من 21,000 بئر في إفريقيا. أعتقد أن أفضل استثمار عملناه هو في تربية الأيتام في هذه المراكز. أولاً وفرنا لهم التعليم، أفضل نوع من التعليم يتوفر في المناطق هذه. والشيء الثاني إحنا بعدناه عن القيم السلبية اللي قد تكون موجودة في المجتمع، بدلناها له بقيم إيجابية إسلامية
من التعب والكد، وأن يجب أن الواحد يعرف من أجل لقمة عيشه الصدق الأمانة، قيم قد لا تكون موجودة في المجتمع. Orphan in Kenya has a lot of challenges. Some of the challenges is one, he lost his father, and the father is supposed to help both financially and psychologically, spiritually, he has to support his kid. So if your father has gone, you are vulnerable to all bad things. Like me, I was in that situation. When I was small, my father passed away, and I never had anyone to support me. So African Muslim Agency, now it's called Direct Aid. They are the ones who visited the burial of my father. And then from there, they started supporting me in both primary and all my educational life. ذلك اليتيم كفالته تكون شاملة لمكان نومه على الجوات الثلاثة وما زاد عليها، وتكفل اليتيم بما يتعلق بجانبه الصحي، إضافة إلى ذلك الجانب التعليم، حيث تكون هناك مدرسة يتعلم فيها، وتلك المدرسة تكون مدرسة نموذجية. فجوانب الحياة التي كان يحتاجها الواحد يجده. تفضل. From there, I joined university. I did my first degree in computer science. I started working with a secondary school as a teacher. And then from there, I started thinking of starting my own company. I can now tell myself and others that my life is now successful. Before, I was nothing. But after the support and with the help of Allah, now I am now a successful person. That's what I can tell you. إحنا الآن بدأنا نتوجه نحو القبائل معينة نركز عليها ونحاول أن نشتغل نجعل كل شغلنا فيها. وأنا أضرب مثال بقبائل الماساي. هناك قصة في كينيا نفسها. الطالب عبد اللطيف وهو أحد طلاب مركز كجيادو تم كفالته. الآن في 2019 أخونا عبد اللطيف هو القاضي الشرعي لمحافظة كجيادو. نحمد الله ونشكر أن من أبناء هذه المراكز من الأيتام تخرجوا برتب جيدة، سفراء، وزراء، أطباء، مهندسين، محامين، مدرسين، محافظين، فنيين وغير ذلك. أنا أعتقد التعليم ثم التعليم ثم التعليم هو حق إلهي وهبه لكل إنسان في الدنيا، ومحاولة دفع أكبر عدد ممكن من أبنائنا وبناتنا للتعليم العام ويسرع يغيروا في الواقع المرير لمجتمعاتهم في دراسة أجريت وثبت أن الدولار الذي تصرف على الصحة وعلى الإغاثة وعلى التعليم أكثر تأثيرا يكون عندما في التعليم. المرأة تشكل نصف المجتمع، وإذا أهملنا المرأة أهملنا نصف المجتمع، والمرأة في إفريقيا هي أكثر من نصف المجتمع.
فيجب الاهتمام بالمرأة. فعندنا احنا اكثر من 200 مركز لتدريب المرأة هنا، عندنا عدد كبير من المدارس للبنات. وسبب اختيار جانب التعليم رؤية كانت صحيحة، فالمتعلم لما يتعلم الواحد من قرية سيعود إلى تلك قريته أو إلى أسرته، فهو بنفسه سيقوم يعيل أهله كما أنه يعلم إخوانه. عندنا 860 مدرسة، عندنا جامعة الأمة في كينيا، عندنا جامعة في زنجبار، وعندنا جامعة بالصومال، الآن قاعدين بدأنا في جامعة في بنين، نسأل الله سبحانه وتعالى يسهل علينا، وننوي إن شاء الله نعمل جامعات في الدول الأفريقية الأخرى. جامعة الأمة كانت تاريخها هي إنشاء كلية تستطيع أن تتكلم عنها في بدايتها أنها كأنها طفل خديج، فكان يرعاها رعاية ويوليها اهتمام لدرجة أن ما يسافر إلى أي دولة أفريقية إلا لابد أن يمر على كينيا ويمر على كلية ثيكا في تلك الفترة من عام 97 إلى عام 2007. عام 2007 بدأ الحلم يعني يراود بصورة كبيرة أن تتحول إلى جامعة، وبفضل الله سبحانه وتعالى جاءتها البشارة قبل وفاته أن انتقلت من كلية ثيكا إلى جامعة الأمة، وأن تم الاعتراف فيها كجامعة، أول جامعة للمسلمين اعترف فيها في كينيا من أصل 76 جامعة. احنا ما شغلنا مجرد ان نعطي الناس اكل، احنا نحاول نعلمهم مهنه، علمناهم صنع الصابون، دربنا بعض امهات الايتام على الخياطه يفصلون بسعر ارخص من السوق. عندنا مزارع الاسماك، عندنا مزارع الابقار، فعندنا احنا عمليات انتاجيه كثيره قاعدين نحاول ندرب عليها الفقراء والمساكين هناك. احنا ما نرضى فقط احنا نطعمهم الطعام هذا لفترة معينة وبعدين يجب أن يقفون على أقدامهم. من الخدمات الطبية اللي احنا نعملها بالإضافة إلى 138 مستشفى مستوصف بنيناها، نحن نعمل حوالي 4 مخيمات عيون. افتتحنا المستشفى الوحيد في 11 دولة للعيون. رحمة الله عليه دكتور عبد الرحمن السميط بدأ يضع 3 أو 4 برامج مختلفة لما يتعلق بالصحة، جانب منها بناء مستشفيات أو مستوصفات أو مراكز صحية. تجد لكل مدرسة أو لكل مركز مستوصف ويقوم بعلاج أهل المنطقة ومعظمهم فقراء، وإذا كان في قرى بعيدة نذهب إليهم بقوافل الطبية ونقوم 3 أيام أو 2 أيام ونعالج المرضى في هذه الأماكن، وتطعيمات كذلك للأطفال الصغار. مرحام يا جليا سمتي وتكريما نبيبوني كمتيا أونا وكهشيما. مرحام يا جليا سمتي وتكريما نبيبوني كمتيا. احنا بنشرف على دفع رواتب ل 3288 شخص كل شهر من أخواننا الدعاة اللي مهمتهم في اعتقادنا نشر سماحة الإسلام ونشر مبدأ الدين المعاملة اللي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأثر فيه الملايين من الناس وأقبلوا على الإسلام نتيجة المعاملة الحسنة اللي حصلوها عندنا.
na peponi kumtia ina wake ashima mraham ya jalia sumati. سياسة الوالد رحمة الله عليه في التعامل مع المجتمعات الأفريقية اللي يتعامل معها هي تعامل إنساني، إنسان مقابل إنسان. لا شك أن الهدف الدعوي موجود، لا شك أن فرحته إذا أسلم الشخص موجود، لكن لا يمكن يوم من الأيام أن يقول له ترى أنا قدمت لك مساعدة لازم تسلم، أو إذا ما أسلمت لن أقدم لك المساعدة مرة أخرى. الإسلام ما قال الأبيض أفضل من الأسود ولا الأسود أفضل من الأبيض، ولكن قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سنعطي الجميع مسلم وغير المسلم. لا تسلمون من أجل الطعام. فإذا جهزنا إفطار في رمضان لا نستطيع أن نفرق بين المسلم وغير المسلم، لأن مجتمع إفريقي ككل تجد فيه شخص مسلم وأخوه غير مسلم، أو تجد ابنه مسلم والأب غير مسلم، لهذا لا تستطيع أن تفرق بينهم. مكاتب في 32 دولة إفريقية. أنا شخصيا في اللجنة مسؤول عن كينيا مثلا، سنويا أزور كينيا يمكن على الأقل 10 مرات 15 مرة، والباقي أقضي في دول إفريقية مختلفة أزور هذه الدول. عما قريب أنا جيت من جولة زرت فيها 12 دولة إفريقية، قبلها كنت زائر 10 دول إفريقية. كان الدكتور عبد الرحمن السميت في كل 3 أشهر كانت له زيارة، أولا في كينيا وفي إفريقيا ككل، فكنا نذهب معه إلى كل القرى وإلى كل البوادي، فكان يشاهد حالات الناس. كل يوم يقصد قريتين أو 3 من القرى البعيدة النائية، وهذه دائما طبيعته، لا تراه دائما يزور أماكن يعني رفاهية، وكان يقول نزور قرية غير الذي زرنا، ونزور مكان الذي لا يوجد فيه مسجد ولا يوجد فيه ماء. الدكتور السميتي رحمه الله كان كريما للغاية، يذهب ويدخل حتى في منزلك وينظر كيف تعيش، ومن هنا يكرمك بما يقدر. يوما جاء وزرنا، كان موسم الأمطار، وزرنا منطقة والناس ما عندهم حبوب للزراعة، وشحننا يعني سيارة كاملة بالحبوب ومشينا وزعنا لهم هذه الحبوب. قال تزرعون ثم تفنون بأنفسكم. مرة ذهبنا إلى مكان ما طلب ماء الشراب، فأتي بماء نحن كنا يعني نعتقد أننا لا نقدر أن نشرب، فلما رأيناه يشرب كلنا شربنا جبرا لخاطر هؤلاء الذين نريد أن ندعوهم. أنا لأول مرة ركبت بعير في حياتي في هالأماكن، ما كان في وسيلة إطلاقا إلا أن نعبر مستنقعات ويوصل الماي فيها للصدر. لأول مرة مشيت مشي كثير في مثل هذه الأماكن، لكن أشعر بلذة. عملية البساطة عنده في الخطاب، البساطة في المعيشة، البساطة في التعامل، جعلته قريب من هؤلاء الأفارقة، أنه يشرب مما يشربون ويأكل مما يأكلون ويبيت حيث يبيتون. وكذلك لغة الخطاب اللي يتعامل فيها، ما كان يتكلف الخطاب ولا يتكلف السجع ولا يتكلف الألفاظ، حتى طريقة الدخول لهم لما تجي وتدخل عليهم لابد تعرف إيش الأولويات اللي موجودة في حياتهم. فكان ما يدخل أول ما يسألهم كيف حالكم، كيف أبقاركم، كيف زروعكم، كيف أبنائكم، لأن عندهم الأبقار والزروع مقدمة على الأبناء، فأنت تمشي معهم بأولوياتهم حتى تصل إلى مرحلة أن القلوب تتألف مع خطابك. كان يسكن في كل حالاته إما في مركز الأيتام أو في مسجد من المساجد، كما أنه
كان رحيما رؤوفا بأي ضعيف يراه فهو رجل بأمة، حيث كان لا ينام ليلة، في الليل كان يستيقظ ويحلم فيما يراه أو يسمع من أخبار من شدائد التي تحصل للمسلمين. دكتور عبد الرحمن لم يصل إلى هذا التوفيق وإلى هذا الجد إلا بعد معاناة كبيرة جدا. هذا الرجل أصيب بالملاريا عدة مرات، لم يكن يأكل الأكل الصحي بالرغم من إصابته بأمراض القلب والسكر والضغط. ولا أنسى أن بين مرحلة وأخرى لما يكون في الكويت يمر عندنا بالمستشفى، ولا أبالغ إذا قلت لكم كيسين هذا ارتفاعهم أدوية هذا الرجل لمدة شهرين. ولكن هذه يعني كونه أن عنده هدف، وأرد أقول لك أنه هو مقاتل شرس في تحقيق الأهداف، فهذه ما ينظر لها يعني كعائق العمل، بالعكس يعني سوء حالته الصحية ولكن ما يخلي شغله أو يتكل على أحد، هو اللي ينفذ شغله بيده. ما أعتقد أن الشفافية موجودة إلى أقصى حد، شفافية عن طريق المحاسبة الدقيقة جداً، شفافية في الميزانية مفتوحة لأعضاء الجمعية العمومية وكلهم من السياسيين القدماء، عدد منهم الوزراء والكبار رجالات الدولة وكبار رجالات الأعمال في الكويت، ميزانية مفتوحة أمام أي متبرع من المتبرعين. طبعاً سياسة الوالد رحمة الله عليه في بخصوص المهاجمين أو من يشككون في عمله أو في ذمته هي سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بالحسنى برد الإساءة بالإحسان، بالإضافة إلى من شكك بالذمة المالية دعاهم لزيارة أفريقيا على حساب الوالد الشخصي وقال لهم تعالوا حياكم الله تشوفون الأعمال بأنفسكم، وأنا سعيد لو وجدتم أي انتقاد ممكن تنتقدوني فيه أو تقوموني فيه. فكان كل شخص زار مع أفريقيا تغير الأمر عنده بالكامل. دكتور عبد الرحمن الصميد في الحقيقة أزعم أنه كان مؤسسا، وأسس هذه الجمعية وكان يعمل رئيس مجلس إدارتها وكان مديرا تنفيذيا حقيقيا في الميدان، وكان مسوق، هو الذي يرأس قسم التسويق بنفسه ويسافر شرقا وغربا لكبار المتبرعين، كان يعد التقارير، فكان يمثل الإعلام والعلاقات العامة، كان دائما يحب أن يعمل وأمامه الخريطة، ولا يمكن أن يبدأ اجتماع في مكان إلا وخريطة الدولة موجودة، الخريطة التفصيلية. قبل أن يصل إلى منطقة لابد أن يقرأ عنها، قبل أن يبدأ بأي مشروع لابد أن يقرأ عنها، حتى مع وجود الخبير أو مع وجود شخص قد يكون له خلفية. يعني أضرب مثال، إذا أراد أن يدخل على مسألة اكتفاء الألبان عند الأيتام أو يختار النوعية الجيدة للماعز التي تدر حليب أكبر من الكمية الموجودة في أفريقيا البلدية، فبحث وجد أن هناك أصناف معينة من الماعز وهيئها في الظروف في الكويت، بدأ يربيها ويرى أفضل الظروف اللي تحقق فيها على إنتاجية، ثم ينقل التجربة إلى أفريقيا. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن في أكثر من مكان أروح أقابل أستاذ جامعي ولا وكيل وزارة ولا سفير ولا وزير ويطلع هذا من أيتامنا أو من أولادنا اللي درسناهم، وأعتقد أن هذا أعظم من جائزة نوبل. أشعر بأني أنا ساهمت ولو بالقليل في تغيير حياة الإنسان، إنسان كيف كان وضعه وكيف أصبح الآن. الجوائز اللي حصل عليها الدكتور عبد الرحمن سميط هي حقيقة يعني تعبر عن 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 ما وصل لهذه المؤسسات أو هذه الدول ولو قليل مما عمل عبد الرحمن سميط. طبعاً عبد الرحمن سميط ما كان يعني هدفه ولا طموحه أنه يكرم، بل بالعكس يعتقد أن هذا التكريم تقليل من الأجر اللي كان هو يتمناه من الله سبحانه وتعالى، ولكن الحمد لله الفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعني الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه أو الأمير الحالي الله يطول عمر الشيخ صباح ما قصروا وياه في موضوع التكريم،
وكذلك كرم من قادة دول مجلس التعاون، ومن وكرم في المملكة العربية السعودية في الحصول على جائزة الملك فيصل لما توفي رحمة الله عليه. أن بيل جيتس كتب مقالة كاملة عن دكتور عبد الرحمن صميط وأثر عمله في أفريقيا. هذا يعطينا يعني صورة أن صيت وعمل دكتور عبد الرحمن صميط لم يقف فقط في الدول العربية أو الدول الإسلامية، ولكن للعالم أجمع. رحمة الله عليه دكتور عبد الرحمن صميط قبل وفاته أعطانا درس لا ينساه الواحد منا، حيث قدم استقالته قبل وفاته بثلاث سنوات أو أربع سنوات، وقال أنا أستقيل من الجمعية ليرى كيفية استمرارية الجمعية. كانت حالته الصحية بدأت يعني في أنها تضعف حقيقة، وكان يذهب كثيرا في آخر حياته إلى أفريقيا حقيقة، كان يريد أن يستقر هناك وبدأها حقيقة، لكن الظروف حالت دون ذلك. دخل في جلطة دماغية وبقى في المستشفى لمدة، وكان المستشفى يقص بأحبابه. كان يعني متعته لما يجي إلى مثلاً عبد الله ولده ولا واحدة من بناته يسولفوا له عن عمل الجمعية الحالي، شنو أخبارهم، شنو اللي صار، جداً تحس يعني تنفرج أساريره وهو على الفراش، كان حالته جداً تعبانة. فحقيقة يعني عندما يعني الله أخذ أمانته، إحنا نقول عرفنا كم من الناس يحبون هذا الرجل، شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. لما أعلننا للأيتام والمركز كان كأنها نائمة، والأيتام كأنهم ارتجفوا في حالة الخوف والفزع، فكنا نظن أنه الآن خلاص الجمعية ستسكت، لأنه كنا نعرفه، لأنه كنا يقوم بكل شيء. ولكن الحمد لله فوجينا بزيارات زوجتها، بزيارات أبنائها، فهم واصلوا نفس المشوار الذي كان يواصل به المرحوم الدكتور، فتيقنا أن الأمر خلاف ما كنا نظن. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، أن شخص واحد مثل الدكتور عبد الرحمن سميط يقوم بعمل تعجز عنه دول، ولكن لما تصفو النية ويخلص الإنسان في عمله لله، ما في شك أن ربك يفتح له آفاق تعجز عنها عقول البشر. كان حريص أن يكون في سعة الإسلام، بحيث أنه يقدم خدمات للجميع ويكون في قبول الجميع، ليصل رسالته الأسماء من رسالة الضيق اللي هي القبيلة أو الجماعة أو المناطقية.